الله يطول تعالى عبدوها. فين تديرها له؟ يديروه له هنا في الليل. كذاك. باش ما يتحركش. ما يتحركش هذا. العز العز. كاين الناس ما يعرفوش هذاك الشيء. ما يعرفوه. الويلة ما بغاش يفرطو. الويلة الوجل. هاك. ما بغاش الكابلي. الكابلي كتو من الاولين، ارمي له الكابلي في التوالي، يجمعوا جمعة واحدة. روح على الغول. يجي على ظهره. يمو هكذا سمر في الخاتم. الحديد و ديريتك هكا شوف شوف بالك والحديد وتم راك حدا وجيدو عاد تم يقرر علي العود نديرها له ديرها له هاي والله الا برافو لا بقاوش الحداده يعني مثلا شحال تعرف الحداده اللي باقي هو ضربوا الشلال تاع الموبيله مشى الرودان ما راش خدام مريض واحد انت اللي باقي في بركه انا اللي راني باقي لا نخدم لهم الشكيك والمضامض حداد محمد تبارك الله قسم على مسمى حداد وحداد حداد الخدمه ديالي حداد من الاول للتالي تبارك الله معلم صغرنا حنا راه الخدمه ديالنا من جد لجد تبارك الله راك فاهم كاين حداد الهاشمي جدي كاين حداد الخضر با كاين الهاشمي جدي باه حداد علي باه حداد علي حداد موحن باي الحداد موحن سيدي احمد الحداد فاغ بال راه عنده القبه ذروك 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 راه عنده القبه لو كان تمشي لحذير تسول تما تقول لهم سيدي احمد الحداد فين راه يقول لك راه كان يخدم هو الخدمه ما كانش يدير النار والله ما كان يدير النار يقبض الفاش عليك يديروا غير تحب السلام يقول لك هاك سمعت حنايا ولاد وجدنا سيدي احمد الحداد شريف راك فاهم كان يخدم الحديد بلا نار النهار اللي بغى يموت قال لولادو ولادي انا غادي نموت بصح الحديد اللي عطى عليكم للنار بقينا حنا قابضينها من جد لجد راك فاهم ماشي تعلمناها مع المعلمين حنا علمنا المعلمين حنا علمناهم والان حتى الان الوالد عنده 95 عام مات جدي عنده 105 سنين مات في هذه القطعه هذه شحال عندك من السنه في هذه المهنه هذه؟ المهنه هذه لا يعني ملي كنت تما صرت مطالي في الزنك انا نقولها لك راك فاهم الحداد عن صغري على عندي دوكا لا ياس قول 70 عام عندي خدمه في العمر ديالي زايد انا ب 35 هي اللي كدير انت في هذه الحداده شنو كتخدم يعني؟ ها؟ شنو كتخدم في هذه الحداده يعني شنو؟ ها الحديد هذا نخدم الشريحه فيما هذه ها هي ها انت تخدم الصبيحه تخدم الشريحه تسمى الزوايل كنت نسمرهم للنصارى ومع خوتنا ملي مشاو النصارى ولينا مع خوتنا وليت دوك نخدم المضامض الفلاحه نخدم السكان تاع المضمض نخدم الفاش نخدم القادوم نخدم المنجل باش يقلع السدرة المهم المعلم هو سلطان الفلاحة الله يحفظك شكرا بزاف المعلم هو سلطان الفلاحة وراني قلت هذا الرئيس والقائد انا سي ابراهيم والباشا والقائد قلت لهم انايا انتوما انا معاكم نمشيو لعندو عندو الا قال لكم حطموا المعلم هاني هدموا لي على الصوالح هذه ترست شوف ديتها شو ديتها هذه 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 ترست من تحت ولا من فوق المهم رجموا لي الصوالح الهيها على السكيك نتاع الناس على الفيسان على كل شيء رجموهم لي علاش؟ انا المالك محمد السادس وكان يجيب لي الحانوت روحي والله غير ابنها لي ما ينجمش ما ينجمش حتى من المعلمين هو راه يزيدنا هو راه يزيدنا بالنسبه للنار انا شو كدير فاخر ولا شنو هذاك؟ هذاك شاربون شاربون فحم الحجري فحم الحجري اييه نجيبوه من جراده ونجيبوه لهنا ونشريوه ونبيع قلت انا نشري على جارو يعني انت شو كتطالب يعني بالسلطات يعني شو كتطالب يعني واش حانوت واش مقر واش شنو؟ اي واش غادي يخدم الخدمه ديالنا هي هذه قال لك نعطيك نجيبوا لك بركه ما بغاوش يجيبوها لنا كانت عندي بركه ليه من نمشي نبلع حاجه وقدموها مع الكوري هذا المشكله حلف لينا يا كاع سي ابراهيم راني نعرف هو مفجوان هو بنفسه قال لك عاد كنت نجيب لك المغراس سمرها لي بنفجوان قلت له واه سي ابراهيم باش ما نعرفكش والباشا والقايد هكذا قبضوني قال لك هو شكون
دعا لي البركه، لو كان ما قاليش القايد هرب قال لي هربوني. سلام اسيدي، شكرا شكرا. واحد الشيء كبير قالوا لنا. انت دابا شو كطالب يعني بهذه الرساله هذه شو كطالب يعني؟ ايوا انا طالب اللي عطيوني غير البلاصه ديالي. صافي الرساله داك وصلت، شكرا بزاف شكرا. اللي عطيوني غير البلاصه ديالي قالوا لي نجيب لك البركه وجيبوها لي لهيه، فين قالوا لي هذا الصوالح ماشي واعرين، الحفر على هذه نديها تما وراني خدام، وعاد يجيب باش نعدلو له، وعاد يجيب سكان عدلها له، وعاد يجيب مضمض نعدلو له. ايوا الله يحفظك، شكرا بزاف شكرا. احنا نسجدوا الفلاح، احنا الفلاح شكون يسجدوا منين يجي هنا؟ هو بشحال كاين هنايا محدد انا في بركانه، بشحال كاين؟ لا بقاوش الحداده. يعني مثلا بشحال تعرف؟ الحداده اللي باقي هو ضربوا الشلال تاع الموبيله مشى للرودان. ما راش خدام مريض. واحد انت اللي باقي في بركه؟ انا اللي راني باقي هنا نخدم لهم الشكيك والمضامض هنا. وكاين واحد اللي يظلم بالله ما يبغيش يخدم. الشربون غلا، الشربون يدير 50000 فرنك. الشكاره واه يديروها. الشربون طلع لنا الشربون. ايوا راح نسلكم على بالله هنا غير قبيله انا تلقى شي 5000 شهر هنا لماليهم جابوهم ما بلي واكلان يحفروا الرمله. واحد عدلت له واحد السكه وواحد عدلت له منجل. هذاك المنجم مشى قلا به الشجره والسكه مشى يحرس بها وغدوه يجيب لنا الفول نشري القايد ونشري الباشا ونشري وتشري انت ونشري انا. شكرا. اذا نجيب نحط مول الحداد صافي تحطمت. الله يحفظك. والله الا رجولي فاتحه انا هنا قال لك الله يجعل ما تموت انت حتى نموتوا احنا. الله يلا برافو عليك. ماذا خسرك بالله. شكرا. الحين نسجدوا الفلاحه هاك يا شوف الخضره يجيو هنا 30 تراس. واحد جاي في سكه واحد جاي فيك واحد جاي فيك شنو نحط نديرهم هاي هاي يا ولدي هذه شكون يخدم هذو روح هنايا ما كاش واحد اللي يديرها البارح واحد جاني في سوق الحد والله الا في سوق الحد جا على هذو على هذو دا 8 تبارك الله والله الا 8 اللي دام ما كاش المعلمين ما بقاوش برافو عليك شكرا بزاف المعلمين ما بقاوش كنا نخدموا مع النصارى بكري الزوايل 20 عود في الماء 30 عود ندير فيها جوج سوايع ثلاثة اللي خرجت. كانت الصحة وكانت الآخر. اليوم أنا عندي الود راني نعلمو قال لك الصلعة. ها أنت شوف الصلعة ديال المعلمين ها. شوف هذيك الشراء ديالنا ها. الحديد و. دير يدك هكا نشوف. شوف بالك. والحديد وتما راك حلا. ويجيو عاد تابعين خوتك هلا يا. والحمد لله على كل حال. شكرا بزاف. اللهم لك الحمد خويا.